هل لي أن أسألكما؟ لكن أتمنى ألا أندم كما دائما. أريد إجابة محددة، لا نقاشا حادا وتبادلا للتهم. لا عليك يا سليم، تفضل. طبعا أنا لدي إجابة، لكن أحب أن أستمع لرأيكما. من باعتقادكما أكثر خطرا علينا كعرب؟ إيران كما يقول البعض، أم إسرائيل كما يقول آخرون؟ قد تكون الإجابة كلاهما يا سليم. نعم نعم يا فهيم، كلاهما خطر علينا، لكن الرجل يسأل عن الأكثر خطورة، وباعتقادي الأكثر خطورة بلا نقاش هي إيران، من دون أن نقلل من خطورة الاحتلال الإسرائيلي طبعا. دائما تنجح بأن لا تخيب ظني حكيم، متعصب ومتهور ومتسرع. لا شيء في هذا العالم أكثر خطرا علينا من إسرائيل يا صديقي. ولكي أفاجئك أكثر، ربما تكون إيران معادية للعرب، لكني لا أخشاها بقدر ما أخشى بني صهيون يا صديقي. أفهمك جيدا يا فهيم، فلقد اعتاد العرب العدو الواحد الذي لطالما تاجرت به الأنظمة المستبدة العربية وجعلته شماعة لديكتاتوريتها وفسادها وظلمها للشعوب. فإسرائيل الإجابة المقنعة لفشل الأنظمة والحكومات العربية منذ عبد الناصر مرورا بالقذافي وصدام وحافظ وصولا لبشار وحزب الله. لن أدافع عن أحد من الأسماء التي ذكرتها يا حكيم، مع تحفظي على جمع الجميع في قائمة واحدة، وهذا ليس موضوع النقاش. لكن أتعتقد أن جعل إسرائيل شماعة للبعض يعفيها من كونها دولة محتلة وخطيرة علينا جميعا؟ لم أقصد هذا طبعا، ما أردت قوله أن هناك واقعا وهناك أرقام وهناك شعارات وعبارات رنانة معلبة وجاهزة، فبأي لغة تحب أن أجيب؟ كي لا ينحرف النقاش عن مساره، حين تطرح سؤالا وتريد إجابته فهناك دائما إجابة موضوعية وإجابة قد تحتمل وجهة النظر الشخصية، ولا بأس أن نستمع لكليهما. سواء بالحياد أو بنظر الشخصي، لا يوجد على هذه الأرض ما هو أكثر خطرا من إسرائيل. كيان غاصب محتل اقتلع شعبا من أرضه وأتى بشعب آخر مكانه، جلبهم من أصقاع الأرض ثم نصب نفسه محتلا لهذه الأرض وما تبقى من هذا الشعب، وقتل منه من قتل، واعتقل من اعتقل، وعبث بتاريخه وثقافته، وسرق حتى هويته. ثم تحدثني عن خطر أكبر من هذا؟ لا نناقش هنا ظلم إسرائيل ولا جرائمها يا صديقي، نحن نناقش خطورتها. وإذا أردت بهذا المنطق، دعني أحدثك عما فعلت إيران بالعرب. إذن هي أيضا تحتل أراض عربية غير الجزر الإماراتية الثلاثة في الخليج. هل سمعت بالأحواز؟ وهل سمعت بعروبتها وشعبها العربي؟ وهل تعلم أن مساحتها تتجاوز مساحة بلاد الشام مجتمعة وبزيادة 10,000 كيلومتر مربع؟ وهل تعلم أن ملايين العرب يقطنونها وتحرمهم إيران حتى من الإحصاء؟ فلا رقم معلوم ودقيق عن عددهم. هل تعلم كم هذه الأراضي العربية غنية بالخيرات من نفط وغاز ومياه وزراعة؟ وهل تعلم أن الفرس سرقوها كلها وحرموا حتى أهلها منها؟ وهل تعلم أن احتلال إيران لها تزامن مع الاحتلال البريطاني لفلسطين؟ وبمنطلق العروبة فالأحواز أراض عربية خالصة تستحق من يطالب بها ويبكي عليها. على رسلك يا حكيم، فأنا أيضا لا أقلل من حقوق الشعب الأحوازي ومن عروبتهم، لكن بما أنك طرقت هذا الباب فدعني أخبرك. هل تعلم أن ما يجمع الأحوازيين بالفرس هي الانتماء لنفس الطائفة؟ وربما لو أجريت استفتاءات داخل الأحواز لوجدت كثيرين من عربها يصوتون لإيران؟ تمهل يا فهيم، فأنت تخضع لدعاية إيران هنا. الأحوازيون منذ احتلال أراضيهم وهم يطالبون بحقهم بالاستقلال، وقد قدموا قوافل من الشهداء في سبيل ذلك، وعديد الثورات اندلعت من أجل نيل حقوقهم وما زالت حتى الآن. ولو أجريت الاستفتاء هذا الذي تقول عنه لصوت غالبية الأحوازيين للاستقلال. فأرجوك ألا تقلل من الظلم الواقع عليهم ولا تتنكر لتضحياتهم. لا أبدا، لكن ما قصدته في ميزان الأكثر خطرا وظلما
لا أحد يضاهي الكيان الغاصب، فهو من يحاصر قطاعا كاملا بسكانه ويحرمهم حتى من أبسط مقومات الحياة، لا لشيء إلا لأنهم يرفضون الاستسلام له. هذا الكيان يا صديقي لا يعرف الرحمة، فهو قاتل للأطفال والنساء، هادم للبيوت والمؤسسات، حتى الأشجار لم تسلم من حقده ويقتلعها كنوع من الانتقام. نعم نعم، هو كيان محتل ظالم، لكن وجود ظلم في مكان لا يغطي على الظلم في مكان آخر، فحتى نظام الملال في طهران يمارس ما هو أبشع من ذلك. حتى لك أن تتخيل يا صديقي أنه يحرم الأحوازيين حتى من مياه أنهارهم، وحول كثيرا من مجاريه إلى مناطق الفرس، والأنهار التي لم يستطع تحويل مجراها قام بتلويثها. هل رأيت خسة أكثر من هذه؟ هل سمعت عن الإعدامات الميدانية والعلنية المستمرة بحق أهلنا في الأحواز؟ أرض كان من الممكن أن تكون الأغنى في المنطقة، أهلها هم الأكثر فقراً. هل سمعت بظلم كهذا؟ مؤلم ما ذكره كلاكما. لا أظن أن عاقلاً سيبرر أو يخفف الظلم الواقع في أي مكان. لكن ماذا لو تحدثنا عن الأولوية؟ لو قدر لنا أن نخوض حرباً ضد عدو واحد، فلمن برأيكم ستكون الأولوية؟ ها قد جئت بالمفيد. بلا نقاش لابد من قتال إسرائيل، فهو الكيان الذي ينتظر الانقضاض علينا في أي لحظة. كيان توسعي يرفع شعار من النيل إلى الفرات كحدود لدولته المزعومة. هو بلا شك الأولى بالحرب والقتال. على رسلك يا فهيم، إذا كنت تتحدث عن شعار من النيل إلى الفرات فهو كما تقول مجرد شعار حتى الآن على الأقل، لكن هل تعلم أن إيران طبقت مشروعها التوسعي على أرض الواقع؟ هل تعلم أن ساسة إيران يحتفلون باحتلالهم لأربع عواصم عربية كما يقولون؟ هل تعلم أن حرسهم الثوري يصل ويجول من بغداد إلى دمشق إلى بيروت وصولا إلى صنعاء؟ بهذا المنطق فإسرائيل سبقت إيران منذ زمن يا صديقي، فهي التي احتلت سيناء المصرية وجنوب لبنان، وما زالت تضع يدها على الجولان السوري، وهي التي تعبث ليس فقط بأربع عواصم عربية بل بمعظم عواصم ومدن العرب يا صديقي. إنها سبب دمارنا وخرابنا والحال المتردي الذي نعيشه. بهذا المنطق أتعلم أين الخطر الأكبر الداهم؟ هو بأن إسرائيل عدو معلوم ومكشوف، لكن إيران يا صديقي خطر لا يجمع عليه الجميع. فإيران تتستر بعباءة الدين والطائفة لتمرير مشاريعها الاستعمارية والتوسعية، وتدعي نصرة الدين والشعوب المظلومة في حين ألا ظالم للشعوب مثلها، فهي التي قتلت وقسمت وفرقت وأحرقت ودمرت أراضي العرب تحت شعارات طائفية. لكن إسرائيل تفعل ما تفعله دون أن تخفي جرائمها، فمن برأيك أولى بفتحه وكشفه وقتاله؟ عدوك الظاهر أم الباطن الذي ينخر جسدك ويسبب ضعفك؟ دعني لا أخفي عليك بمبالغتك قليلا يا حكيم. صدقني لو لم تكن إسرائيل موجودة لرأيت العرب قوة واحدة لا إيران ولا غيرها قادرون على الاقتراب منها. إسرائيل هي سبب الفرقة والضعف، وقتالها ودحرها وإعادة الحق لأصحابه أولى من أي شيء آخر مهما حاولت تعظيمه. اسمح لي أن أستدعي حادثة من التاريخ، حين أراد الناصر صلاح الدين دحر الصليبيين عن القدس، هل تعلم أنه أسقط الدولة الفاطمية في مصر قبل أن يبدأ بحرب التحرير؟ يا صديقي، لن تقوم للعرب قائمة وعلى حدودهم دولة بأحلام إمبراطورية حاقدة على كل ما هو عربي كإيران. يا صديقي، إيران نفسها لن تسمح لك بحرب إسرائيل، فهي من أكبر المستفيدين من وجودها، فتحت شعار القدس وتحرير القدس والطريق إلى القدس احتل الفرس دولا عربية عدة، وينوون احتلال المزيد قبل أن يفكروا بحرب من يسمونه الشيطان الأصغر والأكبر. وهل تنتظر من إيران أن تحارب إسرائيل عنك؟ بالطبع لا، أنا أنتظر منها ألا تحاربني أنا. دعوني أستسمحكما أنتما الاثنين وألتقط من حواركما الأخير هذا ما يمكنني من قول رأيي، مع أني لطالما اعتدت ألا يكون لي رأي فيما تطرحان من مواضيع. يا أصدقائي،
برأيي المتواضع أن الخطر علينا كعرب نحن أنفسنا، ضعفنا وجهلنا وهواننا على الناس. أنت لا تستطيع أن تلوم عدوك لماذا يعاديك، لكن لابد عليك من لوم نفسك لما أنت ضعيف. قبل قتال عدونا الخارجي لابد لنا من قتال العدو الكامن فينا. هذا ما أؤمن به وهذا هو رأيي. عدوك الداخلي هذا خلقه الكيان الصهيوني. لا، بل إيران سببه. كما العادة سنتفق على ألا نتفق. إلى اللقاء في حوار آخر يا أصدقائي.